إذن وجود سحب رعدية وأمطار وربما سيول وتنبيه من الغبار والتفاصيل بعد هذا الفاصل. مساء الخير. إذن يستمر تأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وننظر هنا إلى خرائط الهطول الواردة لدينا في مركز طقس العرب، حيث من المتوقع أن يكون هنالك زخات من الأمطار في المناطق الشرقية كما تشاهدون، وأيضا من المناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة، وتشتد هذه الأمطار وتكون فرص للأمطار رعدية وزخات من البرد تحديدا في ساعات ما بعد عصر يوم الأربعاء في منطقة المدينة المنورة ومكة المكرمة وأجزاء من حائل وبعض المناطق الأخرى. ننتقل سوية لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة الرياض، حيث هنالك احتمال لزخات رعدية من الأمطار، وتكون الأجواء درجة الحرارة تصل إلى 22 درجة مئوية وسرعة الرياح تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. أما الأيام القادمة وثلاثة أيام في العاصمة الرياض، يوم الأربعاء تكون الأجواء غائمة جزئيا، درجة الحرارة من 35 إلى 26 درجة مئوية. أما يوم الخميس والجمعة فهنالك فرصة لزخات أمطار رعدية لتكون درجة الحرارة 33 درجة مئوية، وليلا هنالك فرصة لزخات أمطار رعدية يوم الخميس 23 درجة مئوية وزخات أمطار ب 22 درجة مئوية يوم الجمعة. ننتقل لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة ليوم الغد في مناطق المملكة، نبدأها شمالا من سكاكا 32 درجة مئوية الأجواء صافية، في عرعر 32 إلى 19 درجة مئوية، وفي تبوك هنالك احتمال لزخات أمطار لتكون درجة الحرارة ما بين 33 إلى 21 درجة مئوية ليلا. في مكة المكرمة من 39 إلى 27 درجة مئوية مع احتمال لزخات من الأمطار، في المدينة المنورة احتمال لزخات أمطار رعدية من 34 إلى 24 درجة مئوية، في جدة من 36 إلى 26 درجة مئوية، وفي الطائف هنالك احتمال زخات أمطار لتكون درجة الحرارة بين 29 إلى 18 درجة مئوية. في أبها احتمال زخات أمطار رعدية من 25 إلى 14، في الباحة من 23 إلى 16 درجة مئوية، وفي جازان الأجواء مشمسة لتكون من 35 إلى 30 درجة مئوية ليلا. في الدمام من 34 إلى 24 درجة مئوية، في الإحساء من 38 إلى 24 درجة مئوية، في حفر الباطن من 35 إلى 23 درجة مئوية مع احتمال لزخات أمطار رعدية ورياح نشطة. ننتقل إلى الرياض من 35 إلى 26، في بريدة من 32 إلى 23، وفي حائل أيضا احتمال لزخات أمطار رعدية مع هواء نشط لتكون درجة الحرارة من 29 إلى 18 درجة مئوية. إذن كانت هذه أبرز المعلومات الواردة لدينا هنا في مركز طقس العرب، إلى أن نلتقي في نشرات قادمة، دمتم في أمان الله.